يعني كلنا في ذكرياتنا بنحب توم وجيري او القط الفار بس ولحد دلوقتي كمان بنتفرج عليه يعني كبار وصغيرين والعيله كلها ممكن الحاجه الوحيده اللي تتجمع عليها هي توم وجيري والكرتون عموما يعني في ذكريات حلوه دايما آه وهي آه هذه النوعيه من الافلام الكرتونيه ومش عايزه اقول لكم يعني او افاجئكم الحقيقه ان الكرتون ده تم عرضه لاول مره من 84 سنه آه يعني سنين كتير بس اكيد طبعا يعني احنا ما شفناهوش اول ما اتعرض شفناه بعد كده مر مراحل كتيرة إلى الآن أنا شخصياً محبش النسخ الجديدة منهم محبش الحواديث الحواديت الجديدة بتاعته وأنا نفس الشيء يعني أوه. أكيد بقى أراء والكلام يعني. اللي متركب عليها ده ما بيعجبنيش بحبهم وهم صامتين كده وما فيش حد بيتكلم في, في الكارثة وهم بيعملوا مقالف في بعض بس أوه. يعني مش محتاج كلام وطبعاً يعني هو حاجة من الحاجات المميزة جداً واللي لها يعني تأثير علينا إلى الآن